الإخوة، نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز وهب سنين عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعيا بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمد الله بعمره على عمل صالح ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء. يكفي. الله يسلمك. أعرف كريمة مواضعكم ولكن الإخوة يريدون يعرفوا شيئا. أبدا. بارك الله فيك. وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشكرك مسعاك ونفعنا بغزير علمك. ومن قال ومن سمع تفضل.